أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، تمثيل يريد. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أحمد يريد. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر. First of all, apply calcula on ba. Secondly, don't make the meme heavier. Meme is light, only ra is heavy. Bilmar, mar, mar and mar are two different sounds. Meme will be light, ra will be heavy. There will be a transition between wide to narrow. The lips should be wider on meme and they will become narrower on ra. So mar. Mar, mar, like that. Not mar, it is mar, mar. Okay. Yeah, the sound is like this. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. بالصبر بالصبر come on. صبر. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. What is so? It is so. Come on, make your lips round. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. آمنوا واو مدارول again. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يا حبا يريد. ثم كان من الذين نون will not be said. Come on. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Again so, what is so? It is so again. And apply calcula on ba. Come on. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. علي يريد. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. تمثيلا. أولئك أصحاب الميمنة. أحمد. أولئك أصحاب الميمنة. حبا. أولئك أصحاب الميمنة. Don't stretch the calf again. أولئك أصحاب الميمنة. علي يريد. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. تمثيلا. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. أحمد. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. حبا.
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Thought should be heavy. أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. علي. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. تمثيلا. عليهم نار مؤصدة. أحمد. عليهم نار مؤصدة. حبة. أوكي. عليهم نار مؤصدة. Again. عليهم نار مؤصدة. علي. عليهم نار مؤصدة. سورة الشمس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آية تمثيلة يريد. سورة الشمس مكية. No. If you are going to stop, then it is سورة الشمس. If you are going to continue reading like that, سورة الشمس مكية. Then it is kasra in seen. If you are going to stop, then it is sukoon on seen. Surat al-Shams Makkiyah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wash-shamsi wal-duhaha. Oh my God. Is there any shutdown word? Wash-shamsi wal-duhaha. Oh my God. Is there dhamma on seen? والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. Read the first verse again. والشمس وضحاها. Make sure that this ha is sharper and this one is softer. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. That's better. Good job. Okay, next one. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Roy is heavy. Read again. فألهمها فجورها وتقواها. All the hearts will be softer again.
فألهمها فجورها وتقواها. Apply Calculon Cough again. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكّاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود، كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود بطغواها، No calculon coin, please. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فأقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. This meme will not be pressed from here, from this part. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. All right, Ahmed, you read. Surah Shams. Na bachche, sheen has a shadda. Surah Shams. Yeah. Makkiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wash-shamsi wa zuhaha. والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها. Make the Hamza prominent. والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. Oh my God, apply a calculon cough. Okay. فألهمها فجورها وتقواها. Apply a calculon cough. فألهمها فجورها وتقواها. Apply calculon cough, silly boy. فألهمها فجورها وتقواها. That's it. قد أفلح من زكاها. I think you only read the file, but you don't understand what is written there. قد قد أفلح من زكاها. No, bachche. Sorry, I understand. قد أفلح من زكاها. Za should be harder. قد أفلح من زكاها. Yeah. وقد خاب من دساها. Now, should I tell you on every dal, on every kaf, on every ta, on every ba, on every jim, when there is sukoon, you have to apply qalqala? Will I have to repeat it on every verse of the Quran? No. Then, the same word is repeating here. That was qad, and this is waqad. Why didn't you apply qalqala here? When I told you here. Come on. Wake up. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. سيلي بوي كلكلا هير كم اون اجين فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. او ماي جاد سق فقال how did you reach to O levels man come on how did you even reach to ninth grade man it's a wonder man it's a miracle come on again read it carefully man come on فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Yeah, that's it. فكذبوه فعقروها. Zal should be more softer. Again, try again. فكذبوه فعقروها. Look, فكذبوه فعقروها. فكذبوا فعقروها. Where are you touching your tongue in Zal? We are touching back side of the upper front. Oh, sorry, tip of the upper front teeth. We touch the tip of our tongue at the edge of the upper teeth. Are you plural? Or are you royal? No, no. I do it. I do this. I don't know what your English teacher is doing, man. They are charging you. I think if you are studying O levels, you are at least paying 30 to 40 to 50 thousand, maybe monthly, per person. Is it correct? Yes, near. So, and what are they doing, man? What are they doing? Come on. Anyway, فكذبوه فعقروها. فكذبوه فعقروها. Please try again. فكذبوه فعقروها. Your lal is still harder, man. فكذبوه فعقروها. فكذبوه فعقروها. Now this is perfect now. Continue. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. When meme has a sukoon and the next letter is ba, we apply gunna there. Read this part again. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. Ba has a shadda. Press the ba for 1 second again. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. All right, Hibba. You read now. Okay. Surah Ash-Shams Makkiyah. Bismillahir Rahmanir Rahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. Three will not be stretched. والنهار إذا جلا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. Only 1 second of stretching, no more than that. Okay. والأرض وما طحاها. Only 1 second of stretching, not more than that. والأرض وما طحاها. ونفس وما سباها. Only 1 second of stretching, not more than that. ونفس وما سباها. فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها No stretching, please. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها كذبت No, ثمود بچے. That should be softer. كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها. Try again. Can't hear you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, Hibba, continue from here. Okay. Where? Can you see the red circle? Can you see the red circle? Okay. 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 Yeah. قد أفلح من زكاها. Look, ha will not be stretched again. Okay. قد أفلح من زكاها. Ha will not be stretched. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد خاب من. Look, only ألف مدى, only 1 second of stretching, not more than that. Okay. وما خاب من. وقد. Sorry. وقد خاب من وقد دساها. خاب من دساها. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. Again. كذبت No. ثمود كذبت That is softer, please. Make it softer, please. كذبت Na, bache. No. كذبت Na. كذبت Oh my God. كذبت. Imagine that your teeth are Dracula's teeth, very pointy like iron teeth. And if you place your finger there a little bit harder, your tongue will get injured. You have to prevent your tongue from injury, so you have to barely touch the teeth. Okay? Okay. It is zal, zal. Say zal, zal again. Zal. That's it. Zal. So kazzabat. كذبت That's it. This is the thing. كذبت ثمود بطغواها. Same is the case with the letter tha. It is soft. Again. كذبت ثمود بطغواها. Yeah. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Yeah, good job. فكذبوه فأقروها. Sorry. What happened, man? Nothing happened. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. Look, meme has a sukoon. Next letter is bab, like gunna here. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسباها. ولا يخاف عقباها. All right, Ali, you read. Surah Ash-Shams.
مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Again. فألهمها فجورها وتقواها. Apply Kalkulon Qaf. فألهمها فجورها وتقواها. Again. فألهمها فجورها وتقواها. Again. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. Read this verse again. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. Again. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة فقال لهم رسول الله ناقهنا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. وسقياها كمان. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. Apply gunna here, come on. فدمدم عليهم ربهم. عليهم, not عليه, it is علي, come on. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. عقبة, come on, last verse again. ولا يخاف عقباها. ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. دعاء after sneezing. Alright. Do you know what is a sneeze? Yes. What do you say? What do you call it in Urdu? Sneeze. Yeah, good job. Okay, now say Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Yeah, ha must be, this ha must be sharper. Alhamdulillah. Alhamdulillah. All praises are for Allah. All praises are for Allah. Yeah. Now, if a person is sitting beside you or he is in your presence, he listens to your sneezing and then you say Alhamdulillah out loud and he listens to that, then he has to reply you back by saying Yarhamukallah. Yarhamukallah. Yeah, and this means may Allah have mercy on you. Say it. May Allah have mercy on you. Mercy on you, yeah. Now, the first person who sneezed in the beginning, he will reply back again. He will say these words. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. Yeah. May Allah guide you and rectify your affairs. May Allah guide you and rectify your affairs. Yeah. Do you know what is the meaning of rectify? Resolve. Resolve. Correct your mistakes. Correct your affairs. Resolve your affairs. Yeah. Similar meaning. All right. Ahmed, please read it. We don't use force in soft letters. Hard letters are read with force. In heavy letters, there is an O sound. Light letters don't have O sound in them. Heavy, light, soft, hard, alif, ba, soft and light. We read ba by making our lips close. We read it softly and lightly, ta, soft and light. In ta, the tip of the tongue will gently touch the hair behind the upper front two teeth. Sa, soft and light. Tip of the tongue will touch the edge of the upper front two teeth gently and softly. Ji, soft and light. Ha, sharp and light. Ha is read from the middle throat. It should be read with force. It should be as sharp as a sword. It is a light letter. Ha, hard, heavy, scratchy. It is read from the top throat with force. The scratchy sound in top throat should be dominant and clear. Dal, light, more soft. Will touch at the place where we need ta, strong, but it will be more gentler. Alright, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.